ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى رئيس مجلس الدفاع الاعلى حفظه الله ورعاه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم وقد بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول اعماله والتي تضمنت متابعة الانجازات وتقييمها وتحديد الاهداف لرفع القدرات الدفاعية والامنية واتخاذ القرارات المناسبة لكل ما فيه خير وأمن وطننا العزيز ومواطنيه الكرام وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة. شاكرا جلالة الملك المفدى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني على الجهود المثمرة التي يقومون بها لحماية المكتسبات والإنجازات التي حققتها البحرين وشعبها الكريم. مؤكدا جلالته ايده الله ان المسؤوليه مشتركه بين الجميع في البناء من اجل نهضه الوطن وامنه متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد